الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجهك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، نحن في هذه الجلسة الإيمانية رأينا أن نبتدئ بمنهج علمي نستفيد منه نحن وإخواننا الذين يستمعون إلينا، إن كان هنا في الجلسة أو إن كان عن طريق النت. وارتأيت أن نبتدئ بهذا الكتاب الجميل الذي ألفه وجمعه الأخ الكريم رياض الأدهمي. رياض الأدهمي مهندس من دمشق، من طلاب الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، وألف هذا الكتاب، وقدم له كل من الشيخين الكريمين الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى، والشيخ نور الدين قر علي حفظه الله تعالى. وقد كنت قرأت هذا الكتاب مع أخي وحبيبي الشيخ نور الدين قر علي في جدة، ثم رأيت أن أقرأه مرة ثانية في درس من الدروس التي كنا نؤديها في دار أحد إخواننا الأفاضل في جدة أيضا، وارتأيت أن نبتدئ بهذا الكتاب لما فيه من معاني عظيمة وجليلة، وهي من أصل عقيدتنا، لأننا نحن محتاجون إلى أن نرسخ معاني الإيمان بأسماء الله الحسنى. أخونا رياض حفظه الله تعالى سمى الكتاب الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى. انظروا حتى في الاسم، في جمال وفي مغزى، الآثار السلوكية، أي ينبغي لمن آمن بالله أن يكون له سلوك خاص في الحياة. لمن آمن أن الله سبحانه وتعالى الجليل الكبير العظيم، فكل اسم يدفعه لأن يؤدي عملا خاصا، أو يدفعه إلى الالتزام بخلق خاص. فهذا الكتاب الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى. نبتدئ بالاسم الأول من أسماء الله الحسنى. طبعا أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، ثم قال 100 إلا واحد، حتى يثبت هذا الرقم. وذكر صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. فالاسم الأول هو لفظ الجلالة، الله. الله هو الاسم العظيم الدال على الإله الحق الجامع لجميع صفات الكمال، وهو الذي فطرت النفوس على الإيمان به والخضوع له. قال تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أي ليس هنالك شك مطلقا في نفوس البشر بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن للعبد مهما ادعى يعني الكفر، ومهما ادعى البعد عن الإسلام، أن يشك في وجود الإله أو أن ينكر وجود الإله سبحانه وتعالى. يذكر الشيخ علي القنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه تعريف عام بدين الإسلام، يقول: ذكروا عن أول طيار ألماني حينما طار في الطائرة،
بعد ما طار أول طيار هذا المخترع ألمانيا هي الدولة الأولى التي اخترعت الطائرة واستخدمتها في الحرب العالمية الأولى. لما رجع هذا الطيار طار ثم رجع إلى الأرض، قالوا له ماذا كنت تحس وأنت في هذا الفضاء بين الأرض والسماء؟ فذكر عن نفسه، قال أنه نشأ في أسرة نصرانية ليست متدينة ولا تذهب إلى الكنيسة إلا القليل، ولكن لما طار بين السماء والأرض انتفى من ذهنه أن يقول أب أو ابن أو روح القدس، انتفى من ذهني ذلك. قال فما كنت يعني أتلفظ إلا أن أقول يا الله يا الله يا الله طول الوقت حتى رجعت إلى الأرض. فهذا الشيء المغروز في القلوب إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي هل هنالك إنسان بشر؟ والله سبحانه وتعالى خلقه على الفطرة وجعله يعني بهذه الفطرة والإيمان في قلبه، لذلك سمي الكافر كافرا من معنى اللغة، لأن الكافر في اللغة هو اسم من أسماء المزارعين، الزارع هو الكافر. ليش سمى كافر؟ مو كافر عقيدة، كافر اسما، اسمه لأنه يضع بذور الحبوب اللي بده يعني يزرعها أو يستنبتها، إن كان قمح أو عدس أو شعير أو ما شابه ذلك، يضعها في التراب ثم يغطيها. ليه يغطيها؟ حتى لا تأتي الطيور وتأكلها فيغطيها حتى يأتي المطر فتنبت. فالكافر هو الساتر، وباعتبار أن هذا الاسم أطلق على الكافر عقيدة فكأنما اسم الله سبحانه وتعالى موجود في قلبه وهو يغطي عليه وينكر أنه موجود. نعم، إذن هذا هو الاسم العظيم الدال على الإله الحق، الإله الحق الجامع لجميع صفات الكمال. جميع صفات الكمال يعني هي مجتمعة باسم الله سبحانه وتعالى، متأصلة في ذات الإله سبحانه وتعالى، وهو الذي جبلت عليه جبلت النفوس على حبه وتعظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث أحب الله لما يغزوكم من نعمه، أحب الله لما يغزوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي. فالله سبحانه وتعالى يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن مهمة الدعاة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى أن يحببوا الله سبحانه وتعالى لخلقه. كيف يحببون الله لخلقه؟ يذكرونهم بنعمه، فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فأنت كداع إلى الله سبحانه وتعالى أنت تدعو الناس لتوحيد الله، تدعو الناس لعبادة الله. فمن أهم البنود التي ينبغي لك أن تبحث بها وأن تذكر بها أن تذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. أحب الله لما يغذوكم من نعمه، فنعم الله متوالية علينا في كل لحظة من اللحظات، من نعم الله ما لا يعد ولا يحصى في كل لحظة. فكيف بمجموع الحياة مجموع الأيام؟ ففي كل لحظة من اللحظات هنالك نعم لا تعد
ولا الحصان. نعم، إذن وهو الذي جبلت النفوس على حبه لما تشعر بأن كل هذه النعم التي يعني نستفيد منها ونعيش فيها إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا، إن كان هؤلاء الأنداد بشرا مثل فرعون أو كانوا حجارة مثل ما قريش وأمثالها اتخذت أصناما، هبل واللات والعزى ومناة وكذا، هذه الأصنام اتخذت أصناما مع أن هذه الأصنام لا تفيدها ولا تغير من حالها، اتخذوها ويقدموا لها القرابين. وهنالك الذين اتخذوا البشر يعني آلهة وعبدوهم من دون الله ما ازدادوا إلا ذلا وتكبرا لتلك أو لذلك الإله الذي يدعي ما يدعي من الألوهية وهو لا يملك شيئا يعني من هذه الدنيا. يروى أن إبليس قرع باب فرعون ليلا وقرعه بشدة، فقام فرعون يعني مذعورا يقول: من بالباب؟ مين هذا اللي عم يدق الباب؟ قال له: قاتل إبليس. قال له: قاتلك الله من تدعي الإله وتدعي أنك رب ولا تعرف من ببابك؟ ما هذا الإله؟ فهؤلاء الطواغيت اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى. وهنالك أناس يحبونهم، وهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا حبهم لله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم وأعظم بكثير جدا. بلال رضي الله تعالى عنه لما كانوا يعذبونه كان يقول لهم: أحد أحد لا أشرك به أحدا، أحد أحد لا أشرك به أحدا. وكان يقول لهم: والله لو أني أعلم أن هنالك كلمة تغيظكم أكثر من أحد أحد لقلتها لكم، هذه أكثر كلمة تغيظكم فأقولها لكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، بذلوا أرواحهم في سبيل الله وهم يرون أنهم يعني يريدون إرضاء الله ويظهرون هذا الحب لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة إلى عامر بن الطفيل وبني عامر ليدعوهم إلى الإسلام، فجاء هذا الرسول ويقول لعامر بن الطفيل: أنا رسول الله إليك. فما كان من عامر إلا أن أشار لرجل من وراء هذا الرسول أن اقتله، فجاء بالرمح من وراء ظهره وطعنه فخرج الرمح من بين ثدييه، يعني دخل من بين كتفيه وخرج من بين ثدييه، فأمسك بالرمح هكذا ونادى قبل أن يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، نادى بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فأمسك بالرمح هكذا، ثم كان رجل هنالك جالس في نفس مجلس عامر بن الطفيل، لما رأى هذا المنظر مباشرة انسحب من المجلس وركب فرسه أو ناقته
وانطلق إلى المدينة المنورة يعلن إسلامه. ما الذي دعاك للإسلام؟ قال أن كنت حاضر مقتل هذا الرجل الذي بعثته يا رسول الله. لما طعن قال فزت ورب الكعبة. فلولا أنه رأى شيئا أو ظهر له بإيمانه شيء ما فاز، وأنا أحب هذا الفوز، لذلك دخلت في هذا الدين. إذن وهو الذي خضعت العقول له، فالوجود كله لغز ومدعاة حيرة حتى يسعف الإيمان بالله تعالى، وتنتهي إليه سبحانه كل التساؤلات، ويصبح الكون ذا وجهة وغاية ومعنى. وهو الذي، أي سبحانه وتعالى الله، وهو الذي خضعت العقول له. فلما الإنسان يعني يستخدم عقله لا يمكن ولا يقبل أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، لا بد له من الإيمان بالله عز وجل. فالوجود كله لغز ومدعاة حيرة حتى يسعف الإيمان بالله، حتى يسعف الإيمان بالله. فلما يعني تكون المسائل مبهمة فتقول كيف هذا الكون؟ كيف حدث؟ لابد في النهاية من أن يقودك هذا التفكير إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون صانع. المسألة التي يعني يضربها العلماء في هذا الموطن أن رجلا أو رجلين يسيران في الصحراء، فبدا لهم من بعيد مثل القصر. ما هذا؟ والله يمكن حجر كبير. شو حجر كبير؟ هذا مبين قصر. فلما تقدموا وإذ بالفعل قصر ولكنه مهجور، فيه كل شيء ولكنه مهجور، قصر مبني وعظيم وفيه كل وسائل الحياة، إلا أنه ليس فيه أحد، أصحابه ليسوا موجودين. فيقول واحد للآخر يعني كيف هذا هنا؟ يقول شيء طبيعي، هذا من الرياح، الرياح سفت الحجارة حتى يعني شكلتها بشكل هندسي ثم بنيت. قال طيب وبعدها؟ والأبواب والشبابيك والنوافذ والسجاد؟ قال كل هذا يعني من الطبيعة، هذه الأصواف التي يعني طارت من على الأغنام تشكلت فشكلت هذا السجاد والنجف هذا. فبالأخير ماذا يقول له؟ يقول له هذا الكلام لا ينم عن رجل فيه عقل. هذا القصر مصنوع ولا بد له من صانع، لا بد انه ناس مروا من هنا وعمروه وبنوه وجاءوا له بالأساس وجاءوا له بكل متطلبات الحياة. أما أن يكون هكذا بني من دون أي يعني أحد يبنيه فهذا لا يقبله العقل. فالعقل يقود إلى أن هذا الكون له خالق، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وعلى مدار البشرية وعلى مدار الزمان ما نوجد، يعني هلأ في ناس ادعوا أنهم آلهة، ولكن في واحد ادعى أنه خلق الكون، في واحد ادعى أنه خلق الشمس أو القمر أو النجوم، ما في واحد ادعى ذلك، لأن هذا يعلم أن هذا الكون صنعة الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه والذي صنعه، هو الذي جعل له هذا النظام الذي يمشي به، ونحن نعيش في هذا الكون، في هذا الكون وفي هذه الحياة الدنيا فترة زمنية بسيطة ثم ننتقل
وهذا الانتقال يعني مرحلتين أيضا، مرحلة البرزخ ثم بعد ذلك مرحلة الحياة الأخروية، إما جنة وإما نار. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. إذن وهو سبحانه وتعالى الذي خضعت العقول له، فالوجود كله لغز ومدعاة حيرة حتى يسعف الإيمان بالله وتنتهي إليه سبحانه كل التساؤلات ويصبح الكون ذا وجهة وغاية ومعنى. وهو أي الله عز وجل وهو الذي جل أن يحيط به أحد وعجزت العقول عن إدراك ذاته، فإذا استشعر العبد عجزه عن إدراك ذات الله أو إدراك عبوديته وضعفه ومحدوديته وصل إلى حقيقة الإيمان، كما قيل العجز عن الإدراك إدراك. وهو الذي تتعلق القلوب به لرفع حاجاتها وإزالة ضرها من وراء الأسباب ساعة الاضطرار، فذلك قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن وهو الذي جل سبحانه وتعالى أن يحيط به أحد، لا يمكن ولا يعني تمر في العقل لحظة يقول أحد أن هنالك من يحيط بجلال الله أو من يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، هذا من المستحيلات. وعجزت العقول عن إدراك ذاته، وعجزت العقول عن إدراك ذاته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا بآلاء الله. فكر بالكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن وعجزت العقول عن إدراك ذاته، فإذا استشعر العبد عجزه عن إدراك ذات الله أدرك عبوديته، إنما يشعر أنه عاجز عن إدراك ذات الله هنالك يشعر بأنه عبد فقير ذليل لا يستطيع أن يصنع شيئا، وإنما هو عبد وجد في هذه الدنيا ليتمثل عبوديته بعبادة الله تعالى فيكون من الناجين يوم القيامة. نعم، هنا استشهد بالآية الكريمة وهو الذي تتعلق القلوب به لرفع حاجاتها وإزالة ضرها من وراء الأسباب ساعة الاضطرار، أي أن هنالك لما يعني تغلق كل الأبواب ولا يبقى إلا أن يلتجئ العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فحينما يلتجئ العبد إلى الله تعالى فالله تعالى لا يخيب رجاءه. سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله، فقال السائل هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال هل ما جاء بكم البحر حتى أيقنت بالهلاك؟ قال نعم. قال أما خطر في بالك عند ذلك أن هنالك من يستطيع أن ينجيك إذا أراد؟ قال بلى. قال فذلك هو الله. مثال جميل نسأله أنه كيف هذا السؤال للإمام جعفر الصادق؟ شو السؤال؟ سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله، أنه كيف يستشعر وجود الله؟ كيف يؤمن بالله؟ قال له هذا المثال، أنه هل ركبت البحر؟ نعم. هل اغتلم البحر يعني هاج بك؟ قال نعم. هل
ظننت أن هنالك أحد ينقذك إذا مات البحر بهذا الشكل؟ قال نعم. قال فذلك هو الله، ما أحد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ابن كثير عند هذه الآية الكريمة في تفسيره، تفسير ابن كثير، يذكر قصة، يقول كان هنالك في رجل مكاري. المكاري هو مثل سائق التاكسي اليوم، ولكن ما كان في سيارة، كان في خيل. فكان هذا الرجل عند منه فرس، وبهالفرس هذا يعني بيوصل المسافرين. رجل بده يسافر من مكان إلى مكان، فبيطالعه خلف ظهره ووصله إلى المكان. ولكن هذا المكاري كان مكارا، فكان يعني بياخذ الرجل او بياخذ المسافر من دمشق الى عين الفيجي او بالعكس. فاذا وجد رجل يعني غريب او معل منه شيء من المال فيطمع به، فيسير به قسم في الطريق، ثم يخرج عن الطريق ويعني هنالك وادي، فيقتل المسافر ويأخذ أغراضه. فجاء رجل يوم من الأيام قال تأخذني معك إلى عين الفيجي؟ قال نعم. واتفق هو وإياه على الأجرة، ولكن هذا المسافر يعني كان غير كل المسافرين، كان قلبه متصل بالله عز وجل، كان من أهل القرآن. فركب وراءه وهو لا يزال يقرأ القرآن، حتى وصل إلى منطقة من الطريق، وإذا بهذا صاحب الفرس يخطم يعني من وراء الطريق السالك إلى في أشجار من ورائها، يريد أن يدخل إلى طريق آخر. قال إلى أين؟ قال إلى عين فيجي. قال الطريق من هنا، ليه دخلت إلى الجهة هذه؟ قال من هنا طريق أخرى، هذا الطريق أكثر سلكته يعني تسلكه. قال أنا أريدك أن تمشي في الطريق اللي بيمشوا فيه الناس نستأنس بهم. قال لا، بل إذا مشيت من هذا الطريق سوف تسر وسوف تصل وكذا وكذا. وافق المسافر ولكن يعني على وجل، فما مشوا إلا قليلا حتى انتهى هذا الجزء المستوي، وأشرفوا على وادٍ، وهذا الوادي فيه عدة جثث، عدة جثث من البشر. إذن هذا يقود الناس ويقتلهم هاهنا. فإذا بصاحب الفرس يعني يقفز من على فرسه ويخرج حربة ويريد أن يقتل بها المسافر، فيقول انتظر انتظر، ماذا تريد؟ إن كنت تريد المال أنا أعطيك كل المال معي، ولكن أنا ورائي أمانات ورائي أيتام أرعاهم، وهذا المال يعني لهم وأتاجر به، فاتق الله عز وجل لا تقتلني حتى أرجع إليهم. قال لا بد من قتلك، لأنك إذا رجعت إليهم وسوف تخبر الشرطة وينتهي موضوع هذا القتل الذي يستفيد منه هذا الرجل. ترجاه ولم يقبل، قال إذن أنا يعني لا حيلة لي، دعني أصلي ركعتين لوجه الله تعالى قبل أن أموت. قال صلي ما شئت، لك هؤلاء الذين هاهنا صلوا قبلك مثلك. نزل هذا الرجل من على الفرس وتوجه إلى القبلة وبدأ بالصلاة. قال يقول هو عن نفسه وكنت حافظا للقرآن وقرأت الفاتحة وأريد أن أقرأ شيئا بعد الفاتحة، فما عاد يعني يخطر على بالي شيء ولا أستذكر شيئا، حتى خطر على يعني هو واقف وذلك الرجل يقول يلا أسرع 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 لا تبطئ في الصلاة أسرع، يعني كأنه وراءه شغل بده ينتهي منه.
فقال ما شعرت نفسي إلا وأنا يعني أنطق أو أقرأ الآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال والله ما إن تلوت هذه الآية حتى سمعت صوت فرس من أسفل الوادي من قاع الوادي يأتي مثل البرق، وهذا الفرس يركب عليه فارس وقد وضع حربته بين أذني فرسه، حتى اقترب من هذا الرجل القطاع الطريق وقال له بأعلى صوته ها، فالتفت إليه ليرى من هذا، فضربه بالحربة فأحرقت صدره أو بس قتلته، يعني حربي والعياذ بالله كأنها من نار. فحين ذلك تركت صلاتي وأمسكت به وقلت ناشدتك الله من أنت؟ قال أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا لما الإنسان يسد أمامه الأبواب فلا يرى أمامه إلا الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة أيضا. طيب نحن في زمن الابتلاءات وزمن يعني الابتلاء والتعدي علينا من كل مكان، التعدي على المسلمين، التعدي على الدعاة، التعدي على، طيب أليس فيهم رجل يعني يدعو الله عز وجل فيستجاب له؟ يا أخوانا إن لله عز وجل قدر، وقدر الله لا بد أن يجري. فهؤلاء الدعاة خيرة الناس وهم يدعون الله عز وجل، ولكن قدر الله تعالى أنه سيأتي يوم وإن كان كتب لهم فرجا فسيفرج عنهم، أو كتب لهم أو عليهم كتب لهم شهادة فسيقضون شهداء، وإلا فقدر الله جار، وهو الذي سبحانه وتعالى اتخذ من البشر شهداء. فهكذا يعني قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة رضي الله تعالى عنه، وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله هكذا، وقتل فلان وفلان. فلذلك نحن نؤمن بقدر الله، ونؤمن أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجير المضطر، وهو الذي يجيب المضطر، وهو على كل شيء قدير. فهذا أيضا نؤمن به، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلذلك إذا كان يعني ربما يكون هنالك من يشكك أو من يقول يعني هذا الكلام ليس على جليته، نقول بلى هو على جليته، ولكن قدر الله، قدر الله هو السابق. طيب، والعبد مطالب أن يؤمن بالله من وجهين. الأول هو إثبات وصف الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، وهو رب العالمين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو رب كل شيء. يؤمن بالله عز وجل، هذا أولا في إثبات وصف الألوهية والربوبية، فهو إله العالمين وهو رب العالمين. لذلك نحن في كل صلاة نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. إذن هو إثبات وصف الألوهية والربوبية رب العالمين لله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، وهو رب العالمين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو على كل شيء قدير. لما نقول وهو الذي في السماء إله، أي هو يعني السماوات والأرض بالنسبة له سبحانه وتعالى كأنما هي في قبضته، يتصرف بها بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. هذا الأول.
والثاني هو نفي وصف الألوهية والربوبية وخصائصها عن كل ما عداه سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى من ناحية، ونؤمن أن هذه الصفات هي لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن تكون لأحد سواه، فنحن ننفيها عن سائر الأشياء وعن سائر المخلوقات، إن كانت يعني مخلوقات بشرية أو جنية أو ملائكية، فنحن ننفي هذه الصفات عن كل مخلوق عن إلا أن هذه صفات الله رب العالمين، وهو نفي وصف الألوهية والربوبية وخصائصها عن كل ما عداه سبحانه وتعالى. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في جهادهم لإرساء التوحيد بين أقوامهم لم تكن مشكلتهم إلا في الوجه الثاني من الإيمان، فقد أثبت القرآن للكفار إيمانا بأن الله خالق ورازق ورحمن وغير ذلك، ولكن الكفار كانوا ينكرون تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية وخصائصها ومستلزمات الألوهية والربوبية، فشهادة التوحيد وعنوان الإسلام وركن الإيمان لا إله إلا الله، ونفي الألوهية عن كل ما عدا الله. نعم، فسبحانه من يعني أن يكون هنالك صنم يأخذ مثل وصف الله سبحانه وتعالى. نعم، وعداوة المشركين للمؤمنين كانت بسبب التوحيد والبراءة من عن الشرك، وذلك واضح لمن تأمل أمثال هذه الآيات. قال تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نقف دقيقة هنا مع هذه الآيات ومع هذا المعنى هنا، فشهادة التوحيد هي النقطة التي لم تدخل في عقلية الكفار، يعني الشيء اللي كانوا يتعجبوا منه. ورأينا هذه الصورة يعني جلية واضحة عند وفاة أبي طالب، تذكروا لما تكلمنا في السيري أنه أبو طالب لما كان على فراش الموت جاءه زعماء قريش وقالوا: يا أبا طالب، لقد حل بك ما أنت ترى، ونحن وابن أخيك على هذا الخلاف، فادعوه لنا لكي نعطيه ونأخذ منه، نأخذ منه عهود نعطيه حتى لا نكون مختلفين معه من بعدك. قال: أجل، نعم الرأي. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن قومك عندي، فتعال لكي تأخذ منهم وتعطيهم، فلا يكون خلافا بينك وبينهم من بعدي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فقال له أبو طالب: هؤلاء وجهاء وزعماء القوم، فانظر ماذا يعني تعطيهم أو تأخذ منهم حتى لا تكون مختلفين. فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة المشهورة، قال: يا عم
يا عم أنا لا أريد منهم كثيرا، أنا أريد منهم كلمة واحدة، كلمة واحدة يقولونها. إذا قالوها ملك العرب، صاروا ملوك على العرب، إذا قالوها ملك العرب وتدين لهم العجم، بصير هني بملك العرب والعجم أيضا يخضعون لهم. فانبرى لذلك أبو جهل وقال كلمة واحدة نصير بها ملوك العرب وتدين لنا العجم، وأبيك وعشر كلمات، يعني المسألة وقفت عن كلمة، وأبيك يعني يقسم بحياة أبيه أو برأس أبيه، وأبيك وعشر كلمات. شو هي الكلمة؟ قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما دونه. خلاص تقولون لا إله إلا الله، ما في أصنام، ما في لات ولا عزى ولا منا ولا ولا. فحين ذلك نظر بعضهم لبعض وقالوا يعني أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وضربوا يدا بيد، ثم قالوا انطلقوا، هذا الرجل لا يريد أن يعطيكم ولا أن يأخذ منكم. فحين ذلك يعني قال، خرجوا من المجلس، قال عند ذلك أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك تسألهم شططا. والله أنت كلامك يا جميل، ما سألتم سؤال صعب حتى يعترضوا أو حتى يذهبوا أو حتى لا يؤمنوا أو لا يقولونها. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عمي أنت قلها، أنت قلها مرة واحدة في أذني أحاجج لك بها يوم القيامة، أحاجج لك بها، أدفع عنك العذاب أو أحاجج الله أن يقبل إيمانك. فهنا كان أبو جهل ماشي هو وعبد الله بن أبي أمية، فرجعا خافا أن يسلم عبد المطلب أبو طالب، خاف أن يسلم أبو طالب، فرجعا يقولان له يا أبا طالب أتغير ملة عبد المطلب، بتموت على غير ملة عبد المطلب؟ فما زالوا يقولون له تغير ملة عبد المطلب حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. الشاهد هنا يعني فشهادة التوحيد وعنوان الإسلام وركن الإيمان لا إله إلا الله هو نفي، ونفي الألوهية، الألوهية عن كل ما عدا الله. نعم، فهذه عداوة المشركين للمؤمنين كانت بسبب التوحيد والبراءة عن الشرك، وذلك واضح لمن تأمل أمثال هذه الآيات. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه قالها مؤمن آل فرعون، وقالها أبو بكر الصديق لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يدافع عنه وهو يقول هذه العبارة أو هذه نفس هذا اللفظ، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ليه العداوة هاي كلها للمؤمنين؟ إن كانت يعني عداوة قريش لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل، لماذا كل هذه العداوات؟ ليست إلا أن هؤلاء قالوا ربنا الله. والآن سيدي عداوة العلمانيين للمسلمين، والآن نعم، والآن هذه نراها مجسدة أمامنا، يعني في كل مجمع وفي كل مجال نرى عداوتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا ربنا الله وأولئك لا يريدون ذلك، لأن هؤلاء يريدون الإسلام وأولئك لا يريدون ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. نعم، والآية الكريمة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني من ناحية يعلمون أن الذي خلقهم، الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل،
ولكن لما يطلب منهم أن يوحدوا أن يخصوا العبادة بالله سبحانه وتعالى هنالك ينطلقوا ويعترضوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على الإيمان، التزموا بالإيمان حتى آخر لحظة من حياتهم، تتنزل عليهم الملائكة، هذا تنزل الملائكة ساعة الاحتضار، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه. إنسان يخاف ساعة الموت من الانتقال إلى الموت وانتقال إلى القبر وانتقال إلى البرزخ، هذا يعني شيء لا تخافوا، أنتم ذاهبون إلى أرحم الراحمين وإلى أكرم الأكرمين. ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم. يقول العبد: وأهلي وأولادي ومالي الذي جمعته خلال حياتي ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما عن الشيء الذي تركتموه. وأبشروا بإيش؟ وأبشروا بالجنة. طيب هذا هون في نقلي إلى القبر، ولكن حتى القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا كريم أكرمنا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.